بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحرين، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عذت بالله ربي ورب كل شيء من سحر كل ساحر، وغدر كل غادر، ومكر كل ماكر، ومن شر كل سامة وهامة ولامة، ومن شر كل ذي شر، واستكلاب كل ذي صول، وغلبة كل عدو، وشماتة كل كاشح. أدرأ بالله في نحورهم، وأستعيذ بالله من شرورهم، وأستعين بالله عليهم. تدرعت بحول الله من نقلتهم، وتحصنت بقوة الله من جنودهم، ودفعتهم عني بدفاع الله القاهر وسلطانه الباهر، ورميتهم بسهم الله القاتل وسيفه القاطع، أخذتهم ببطش الله وطردتهم بإذن الله، وفرقتهم تفريقا بحول الله، مزقتهم تمزيقا بقوة الله، شتتهم تشتيتا بمنعة الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. غلبت من ناواني بجند الله الأغلب، وقهرت من عاداني بسلطان الله الأكبر، ودمرت من قصدني بحول الله الأعظم، وتبرأت من آذاني بأخذ الله الأسرع، ودفعت من اعتدى علي بجلال الله الأمنع. ولا منعة ولا عون ولا نصر ولا أيد ولا عزة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هزمت الأحزاب بسطوة الله، قذفت في قلوبهم الرعب، قذفت في قلوبهم الرعب بإذن الله. سلطت على أفئدتهم الروع بعزة الله، وفرقتهم تفريقا بسلطان الله، مزقتهم تمزيقا بقوة الله، دمرتهم تدميرا بقدرة الله، أخذت أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم وأركانهم ببطش الله القوي الشديد وشدته، ودفعتهم عنا بحول الله العلي العظيم وقوته، وهزمتهم وجنودهم وأبطالهم وشجعانهم وأنصارهم وأعوانهم بأيدي الله المتين ونصر الله المبين. مهزومين مرعوبين خائفين خائبين، مخسوين مغلوبين، مكسورين ماسورين، مبهورين مكهورين مقهورين.
اللهم ادفعهم عنا بحولك وقوتك وبطشك وسطوتك، مفرقين ممزقين، مبهورين مكهورين مقهورين، مدحورين مذعورين صاغرين، خاسرين مخذولين مغلوبين، مبهوتين مشموتين، تائهين في ذهابهم، عامهين في إيابهم، حائرين في مآبهم، صائرين في تبابهم، مشغولين بأجسادهم، مكلومين في أبدانهم، مجروحين في آرائهم، مضروبين برقابهم، ممنوعين عن سهامهم، مردوعين عن مرامهم، مجبوهين في كرتهم، مصروعين عن وجهتهم، شماتا من متوجههم، شتاتا عن مجتمعهم، مطبوعا على قلوبهم، مختوما على أفئدتهم، مغشيا على أبصارهم، مقعودا على ألسنتهم، مربوطا على أحلامهم وأفهامهم، مشدودا على أيديهم وأرجلهم، مدروءا بك اللهم في نحورهم، مستعاذا بك من شرورهم، مستغاثا بك عليهم، اللهم فخذهم أخذك السريع، وسلط عليهم بأسك الفجيع، مدفوعين مصروعين مذعورين في أنفسهم، مسحورين في أبشارهم، مكبوبين على وجوههم ومناخرهم، مخنوقين بحبالهم وأوتارهم، مقيدين بالسلاسل، مكبلين بالأغلال، مقرنين في الأصفاد، مطروقين بمطارق البلايا، مصعوقين بصواعق المنايا، مقطوعا دابرهم، مفجوعا غابرهم، مسلوبا سالبهم، مغلوبا غالبهم، يا موجودا عند الشدائد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، ألا إن حزب الله هم الغالبون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إنا كفيناك المستهزئين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، الحمد لله رب العالمين، أصبحت في حمى الله الذي لا يستباح، وفي ذمته التي لا تخفر، وفي جوار الله الذي لا يمنع، وفي عزة الله التي لا تستذل ولا تقهر، وفي حزبه الذي لا يهزم، وفي جنده الذي لا يغلب، وفي حريمه الذي لا يستباح، بالله افتتحت وبالله استنجحت، وتعززت وتعوقت وانتصرت، وبعزة الله قويت على أعدائي، بجلال الله وكبريائه ظهرت عليهم وقهرتهم، بحول الله وقوته وتقويت واحترست واستعنت عليهم بالله، وفوضت أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون،
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أتى أمر الله علت كلمة الله ولاحت حجة الله على أعداء الله الفاسقين وجنود إبليس أجمعين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تحصنت منهم بأحصن الحصون فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. آويت إلى ركن شديد والتجأت إلى كهف منيع وتمسكت بالحبل المتين وتدرعت بدرع الله الحصينة وتدرقت بدرقة أمير المؤمنين عليه السلام وتعوذت بعوذته وتختمت بخاتم سليمان بن داود عليهما السلام. فأنا حيثما سلكت آمن مطمئن وعدوي في الأهوال حيران قد حف بالمهانة وألبس بالذل والصغار وقمع بالصفاد وضربت على نفسي سرادق الحياطة وأدخلت علي هياكل الهيبة وتتوجت بتاج الكرامة وتقلدت بسيف العز الذي لا يفال وخفيت عن العيون وتواريت عن الظنون وآمنت على روحي وسلمت عن أعدائي فهم لي خاضعون وعني خائفون ومني نافرون. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قصرت أيديهم عن بلوغ ما يؤملونه فيه وصمت آذانهم عن سماع كلام يؤذيني وعميت أبصارهم عني وخرست ألسنتهم عن ذكري وذهلت عقولهم عن معرفتي وتخوفت وخفت قلوبهم مني وارتعدت فرائصهم من مخافتي وانفل حدهم وانكسرت شوكتهم وانحل عزمهم وتشتت جمعهم وافترقت أمورهم واختلفت كلماتهم وضعف جندهم وانهزم جيشهم فولوا مدبرين. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. علوت عليهم بعلو الله الذي كان يعلو به علي عليه السلام صاحب الحروب ومنكس الرايات ومفرق الأقران وتعوذت منهم بالأسماء الحسنى وكلماته العليا وظهرت على أعدائي بباس شديد وأمر عتيد وأذللتهم وقمعت رؤوسهم ووطئت رقابهم وظلت أعناقهم لي خاضعة قد خاب من ناواني وهلك من عاداني. فأنا المؤيد المحبور المظفر المنصور قد لزمتني كلمة التقوى واستمسكت بالعروة الوثقى واعتصمت بالحبل المتين فلن يضرني بغي الباغين ولا كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين أبد العابدين ودهر الداهرين. فلن يراني أحد ولن يجدني أحد
ولن يقدر علي أحد. قل إنما أدعو ربي لا أشرك به أحدا. يا متفضل تفضل علي بالأمن على روحي والسلامة من أعدائي، وحل بيني وبينهم بالملائكة الغلاظ الشداد، وأيدني بالجنود الكثيرة والأرواح المطيعة، فيحصبونهم بالحجة البالغة ويقذفونهم بالأحجار الدامغة، ويضربونهم بالسيف القاطع، ويرمونهم بالشهاب الثاقب والحريق اللاهب والشواظ المحرق، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. إني قذفتهم ورجزتهم وذهرتهم وغلبتهم ببسم الله الرحمن الرحيم، وطه وياسين والذاريات والطواسين والتنزيل والحواميم وكافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وقاف والقرآن المجيد ونون والقلم وما يسطرون، وبمواقع النجوم والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فولوا مدبرين وعلى عقابهم ناكصين، وأصبحوا في ديارهم جاثمين، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم، وأسألك من خير ما عندك يا الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري ومحمد صلى الله عليه وآله أمامي، وأمير المؤمنين عليه السلام ورائي، والله تعالى مظل علي، يا من جعل بين البحرين حاجزا أحجب بيني وبين أعدائي فلن يصلوا إلي أبدا بشيء يسوني، أحجب بيني وبين أعدائي فلن يصلوا إلي أبدا بشيء يسوني، وبيني وبينهم ستر الله، إن ستر الله كان محفوظا. حسبي الله الذي يكفي ما لا يكفي أحد سواه، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا،
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم اضرب على سرادق حفظك الذي لا تهتكه الرياح ولا تخرقه الرماح، وقِ روحي بروح قدسك الذي من ألقيته عليه أصبح معظما في عيون الناظرين وكبيرا في صدور الخلق أجمعين. ووفق لي بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا، واجعل صلاحي في جميع ما أؤمله من خير الدنيا والآخرة، واصرف عني أبصار الناظرين، واصرف قلوبهم من شر ما يضمرون إلى خير ما لا يملكه أحد. اللهم أنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عيادي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أجرني من خزيك ومن كشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في كنفك في ليلي ونهاري، ووطني وأسفاري ذكرك شعاري، والثناء عليك دثاري. اللهم خوفي أصبح وأمسى مستجيرا بأمانك، فأجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادق حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وقِ روحي بخير منك، واكفني من مونة إنسان سوء، وأعوذ بك من قرين سوء وساعة سوء وشماتة الأعداء وجهد البلاء، وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرقوا بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهار، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.